غير سبق له لعب يعني في على اعلى مستوى بطولة اوروبية. الدري اللي نكون يعني اكاديمي في هذاك الشيء، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق ومسار جيد تاهو في المغرب الفاسي، لما لا ان شاء الله يعني يكون مدرب ارقام تاهو ويحقق ارقام وتكون المسيرة ديالو ان شاء الله في المغرب الفاسي. بالنسبة للحارس خرا، فحارس خرا عنده من الامكانيات باش يكون من الحراس الكبار، خص تعطى شويه ديال الثقه، وهذا نداء للجماهير الفاسيه يعني باش تساندوا ان شاء الله، لانه الواحد الا غلط يعني الا كان غلط سبق له غلط ولا مع الجمهور، فانا يعني بسميته كنطلب يعني انه الجمهور يسمح له، وان شاء الله حتى هو يقدم اعتذار للجمهور الكبير المغرب الفاسي، لانه هو الدعم والسند الاساسي ديال كل فريق وكل لاعب راه هو الجمهور ديالو يعني. ونتمنى من الله ان تكون صفحه جديده يعني، ويبصم على واحد الموسم ان شاء الله اللي يكون جيد رفقه المغرب الفاسي. بالنسبه للموسم المقبل ان شاء الله، الموسم المقبل ان شاء الله يعني فريق المغرب الفاسي يعني غادي يلعب على اربعه الواجهات، يلعب على البطوله ويعني وكاس العرش ان شاء الله وكاس الاتحاد الافريقي، ونتمنى من الله ثلاثه الواجهات، نتمنى من الله اننا نكونوا عند حسن ديال الجماهير ديال فاس، لان فريق المغرب الفاسي اصبح يعني فريق اللي يعني هذه ثلاثه المواسم كيلعب على الالقاب، نتمنى والله باش نحققوا يعني لقب يعني اللي ينضاف للخزينه ديال فريق المغرب الفاسي، لان كما قلت لك فريق المغرب الفاسي يعود الجماهير ديالو يعني على نتائج ايجابيه وعلى القاب. نتمنى انه يكون شويه ديال الصبر في الاول يعني، الا ما كانش نتائج تساعد فنتمنى من الجمهور يكون دعم وسند للفريق، حتى يعني ان شاء الله يقبض السكه الصحيحه ديالو ويحقق الالقاب واللي كيطمح له الجمهور ديال مدينه فاس ان شاء الله.